السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسماء وانا علي. ازيكم بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله جايب لكم فيديو جديد هنتكلم فيه عن ان احنا هنجرب معاكم منتجات زي ما شفتوا كده في العنوان يعني بتاع الفيديو كده. فيديو فرفشه وضحك وهزار يعني كده بعيد عن المود بتاع القناه يعني. ولو عجبكم واتبسطتوا يعني في الفيديو ده هنكرره كتير ان شاء الله، وهنجرب منتجات تانية جديده وغريبه اكتر من كده. ما تنسيش تضغطي اشتراك او سبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتتابعيني على كل السوشيال ميديا، هحط لك اللينكات في صندوق الوصف. ويلا بينا على هنجرب معاكم الشيبس اللي هو ليز اللي هو الستكس. فمعانا منه اربع طعوم. اول حاجه الاوريجينال، تاني حاجه بطعم الشيدر، ومعانا كمان اللي هو الساور كريم اند اونيون اللي هو اللي بالبصل والساور كريم، ومعانا كمان اللي هو بالصوص الباربيكيو. معانا منه الاربع انواع دول، فدول اللي احنا هنجربهم. وفي معانا كمان نوع تاني منتج بقى بنات معانا، وهو اللونج شيبس اللي هو الشيبس الطويل اللي بيبقى يعني ايه زي شرايح طويله كده، مش زي الشيبس العادي بتاعنا. اول طعم منه اسمه تشيز اللي هو طعم الجبنه، صنف بالملح، وثالث صنف بالطماطم. وكمان معانا اللي هو الساور كريم والاونيون اللي هو بالبصل والساور كريم، ومعانا اللي هو بالفلفل الحلو، ومعانا برده اللي بالباربيكيو. كل ده هنجربوه مع بعض النهارده ونشوف الطعم بتاعتهم ايه، وايه منهم الحلو وايه منهم اللي مش هيعجبنا خالص. يلا بص دلوقتي الاوريجينال اللي هو شرايح الشيبس العادي، العلبه مش عايزه تتفتح. بسم الله. يلا شرايح الشيبس العادي يعني. بصوا ده بيكون شكلها من جوه، وبتكون العلبه بالشكل دوت كده، ما بتكونش يعني مليانه لحد الاخر يعني. واعتقد يعني ان هو شكله هيكون او طعمه مثلا هيكون طعم عادي يعني، مش اللي هو يعني ده باين من ريحته. باين من ريحته. احنا كنا عملنا بطاطس في البيت عايز. خلي بالكم هم اصلا كاتبين عليه ان هو تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء، فخلي بالكم من الحته دي. هو طعمه عادي جدا، اكنك بتاكلي يعني ايه شيبسي عاملاه في البيت يعني، مش ما فيهوش ميزه يعني. بس انا حاسه طعمه اكتر على ملح. صح تمام. احنا كده جربنا دوت، اديله كام من 10؟ دوت 2 من 10. انا بصراحه اديله 5 من 10. وكمان الوزن بتاعه 163 جرام. تاني طعم معانا واللي هو الشيدر اللي هو بالجبنه الشيدر، وبرده نفس الكلام اللي هو الوزن بتاعه 163 جرام وكل حاجه. ده بيطلع حلو ده. طبعا انت بتحب الجبنه الشيدر. خد حته. طلع ست صغيره من العلبه. هو مكتوب عليه ان الكالوري بتاعته 100 140. تمام. دوق 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 كده. بسم الله. لا جبنه متبله مش يقدر خالص. بس حلو، اعتقد ده احلى من اللي فات بشويه. ما تقريبا حاطين يعني طعم وحاطين في قلب العلبه طعم تاني خالص، بس ده حلو شويه. ده مش يقدر خالص، دي يعني اللي بياكل شيبس الجبنه المتبله يعني ايه زي بالظبط. طعم الجبنه المتبله جدا يعني. هم بيجروا الناس في مصر، بيجروا الناس عشان يشتروا الشيدر. تمام. هو مش شيدر اصلا، بس ده اديله 4 من 10. لا ده انا برضه اديله 5 لان بجد طعمه حلو. بس بالنسبه للسعر انا هجيب اللي بتجينا المتبله بتاع مصر، شيبسي مصر يعني، ما فيهوش حاجه ابهرتني يعني. هيدخل بقى على الفليفر القوي شويه، وهو الساور كريم والاونيون والباربيكيو. تفتكر ناخده انهي الاول؟ الباربيكيو الاول. تفتكر هيطلع حلو؟ يا رب يطلع حلو عشان انا جعان عايز اكل. برضه طلع لي واحده. شم ريحته. اوه ايه ده؟ ريحته زي البارود اللي ايه ده؟ ايه ده؟ ريحته وحشه جدا. سد مناخيرك. لا لا ايه ده؟ وحش، مش حلو خالص. لا ده اديله سالب 1 من 10. لا ده وحش بجد. لا مش حلو خالص، وحش. وعايز حد من عشاق الباربيكيو، علشان احنا اصلا مش بنحب الباربيكيو قوي يعني. هو الباربيكيو فيه اصلا ايه يعني، ايه نسبته يعني زياده عن اللازم. هو الطعم فعلا فيه مركز قوي، بس الباربيكيو حتى لو انت بتحبيه يعني، انا صراحه بحبه على المشاوي والحاجات دي، بس مش من عشاقه. فاللي بيحب فعلا الباربيكيو وبيعشقه قوي هيحب ال 10 على 10 هيحبه جدا. انما انت ما قيمتهوش. انا قيمته سالب 1 من 10. صراحه اديله 2 يعني، 2 بالكتير قوي يعني كمان. ده بسم الله. ده هيطلع حلو عشان طلع لي واحده كامله. ده شبه الاولاني. ده عليه كده حاجات خضراء كده. مش باين. كده اظن ليه بقى. اللي هي المفروض اللي هي حتت البصل الاخضر. ايوه بسم الله. المفروض يعني هما بيقولوا كده. بس هي كان المفروض ان العلبه دي مليانه شيبسي يعني، وانت هتقعدي تتسلي فيها كده، فحاجه حلوه. شبيه بالشيدر شويه. بصوا تجربه شيبسي ليز عامه، لا ده يعني يعتبر يعني احسن واحد فيهم من حيث الطعم. طعمه يعني نفس الطعم اللي مكتوب عليه. انا عجبني اكتر اللي هو بالشيدر. لا اللي عجبني ده اللي عجبني، اديله 5 من 10. اصل ده فيه ساور كريم، وانا علي بيحب الحاجات اللي فيها كريم وساور كريم وحاجات. الحاجات اللي هي ايه زي ما بيقولوا ايه ملزلزه وحاجات زي دي. فهو ايه بيحب الحاجات دي جدا، فعشان كده هو تقريبا حب ده. اللي بعد كده دولت انا متشوقه ليهم، لان انا حاسه ان ايه يعني ممكن يحصل فيهم حاجات ما تعجبنيش خالص. نبدا بالحاجات التقليديه بتاعتنا، وهي اللي هو التشيز.
يا رب ده يطلع كويس. انا متفائل خير ان شاء الله يتفتح. مش متفائل خير ان شاء الله يتفتح بجد. افتح افتح يا عم. في ايه؟ بسم الله. ثانيه ثواني بس انا الغبيه. اه قول هنا بقى يا بنات. انا اسفه جدا ان الصوت كان ضاع، بس ايه انا كنت ناسيه او كنت كان في مكان يعني الكيس بيتفتح بيه بطريقه معينه بس انا ما كنتش واخده بالي. بصوا هو ده شكل شيبسي، بيبقى طويل كده وبيجي بكميه يعني صغيره جدا، حوالي 10 بس فوق بعض كده، والكيس بحوالي من 20 لـ25 جنيه، بيبقى فيه 10 شيبسيات تقريبا بس. تمام. ف ده اول طعم معانا اللي هو بالجبنه. انا اسفه بقى ان انا بسجل صوت ومش هيظهر الصوت بتاعنا، بس حاولوا ان انتوا تعيشوا الرياكشنات على الفيديو، لان والله احنا تعبنا فيه جدا، بس انا ما كنتش هنزله، بس غصب عني بقى الدنيا جت معانا كده. تاني حاجه كان بالخل والملح، وده عجب علي شويه علشان هو بيحب الخل والملح، بس ده كان طعمه قوي وكان حلو جدا جدا فيه، يعني ده كان يعتبر من احسن الطعوم فيه، انما الباقي مش ما كانش باين فيه الطعم قوي. احنا هنا كنا ما كناش عارفين ان هو فيه خل، بس لما دقناه لقيناه فيه طعم خل، فبعد كده عرفنا ان هو فيه بالخل والملح. بعد كده فتحنا اللي هو بالفلفل الحلو ودقناه مع بعض، وكان طعمه ضعيف جدا جدا جدا، ما كانش فيه اي طعم خالص. لا ده اللي كان بالطماطم. وعلي المفروض يعشق الشيبس اللي بالطماطم، بس لقى طعمه ضعيف جدا جدا. ده اللي بالفلفل الحلو بقى، وبرده ضعيف جدا زي ما قلت لكم، ضعيف في الطعم جدا، وما يستحقش اصلا ان هو ياخد يعني 1%. يعني الشيبسي كان الطعم فيه ضعيف جدا، وعايزه اقول لكم يعني لو انت خدتي 2 أو 3 كده مع بعض حتى كلتيهم مش هتحسي اصلا بطعم الشيبسي. كنا بنتناقش على ان الشيبسي يعني يستحق الجوده ديت ولا ما يستحقش الجوده دي. كان بيقول لي تعالي نعمل الشيبسي في البيت وخلاص. زي كل الرجاله معترض على كل حاجه. كان نفسي تسمعوا النقاش الحد اللي كان موجود في الفيديو، بس هعوضه لكم في فيديو جاي ان شاء الله، ونتخانق خناقه كبيره. بعد كده احنا فتحنا تقريبا اللي هو بالساور كريم تقريبا. لا ده اللي بالباربيكيو. اللي بالباربيكيو ده بجد كانت ريحته، هو هنا بيقول لي ريحته ريحه الجلد، بيقول لي ريحته ريحه الجلد اللي هو الحزمه والجلد الطبيعي والحاجات دي. هو فعلا ريحته ريحه حاجه محروقه، ريحته فحش يعني وحشه جدا، وحشه يعني. بعد كده فتحنا اللي بالبصل والساور كريم تقريبا، بس ده بصل احمر، اللي كان في بالليز بصل اخضر، فده كان طعمه مختلف شويه عن التاني، بس الاتنين طعمهم جبنه متبله، يعني حاجه متبله يعني حاجه فيها تتبيله كده. بيشم الشيبسي، اي حاجه بياخدها بيشمها. انا عايزاه كل عايز علي تاني معانا في الفيديو الجاي يكتب لنا في الكومنتات تحت، او اللي عايز ان احنا نجرب اي نوع مشروبات، اي نوع مأكولات، اي نوع اي حاجة، او نعمل تحدي مثلا مع بعض انا وهو، يكتب لنا في الكومنتات تحت. كنت بشرح له هنا الفرق ما بين البصل الاخضر اللي في ليز والبصل الاحمر. انا حاسه ان ده عجبني قوي في ليز. ولو مثلا لو انا عايزه اجيب شيبسي وحاسه ان انا يعني عايزه اجيب شيبسي حلو هجيبه، ممكن اجيبه تاني دوت يعني اجيب كرانش احسن. مش ليز. ده من حيث التوفير. لا مش توفير، طعم كمان. طيب بالنسبه للونج تشيبس، لونج تشيبس اصلا يعني قول بس على واحد عجبك فيه. هو البصل برضو يعني البصل الابيض يعني ايه، هو يعني المركز فيهم.
هو عامه يعني عامه المركز المركز عشان تبقى فاهمه المركز اللي يعني اللي بيحب الباربيكيو احسن اثنين في الباربيكيو ده وده ايوه ده لو بيحب الباربيكيو. لو حد بيحب الباربيكيو انما اكتر اثنين ما عجبوناش هو الباربيكيو هنا وهنا هو مركز هنا ومركز هنا هو جميل يعني للناس اللي بيحبوه انما انا ما طيب بصوا بقى انا بالنسبه لللونج تشيبس ما عجبنيش غير اللي هو الخل الخل والملح هو عجب الخل والملح على فكره والبصل برضه والبصل انا بقى عجبني اللي بالجبنه اللي بالجبنه حلو جدا بس وبرده اللي بالجبنه يعني يعتبر احسن طعم فيهم لحد دلوقتي ليه لان هو حاجه مألوفه وانت عارفاها وكده بس هل هشتري ممكن اشتري تاني ولا لا لا مش هشتري تاني ولا ولا اصلا هكرر التجربه دي تاني ليه لان موجوده عندنا كتير والطعم هي هيها هو كشكل جذاب بس للناس ويعني ايه وشكل جديد يعني بس الطعم يعني ايه اللي ابو خمسه جنيه احسن منه بالظبط خليكم دايما يعني ايه يعني ما تجروش ولا الشكل وخلاص لا اهم حاجه الطعم واهم حاجه يعني ايه الذوق برده في الحاجات ديت وادينا قيمنا الشركه دي والشركه دي بس الشركه اللي الباكج احلى فيها اللي هي ليز تمام انما الشركه ديت مش حلوه خالص في الفتحه بص الفتحه وريهم الكيس اللي اسمها فتحتها بصوا عامله ازاي ده اول كيس اسمها فتحتها الجهاز كلها بص متشحوره بص يعني الشركه لو شافت الكيس ده هتقول انتوا اكلتوا الكيس يعني ايه من حلاوه المنتج بص عامله ازاي بص بقى دي كانت فكرتنا لاول فيديو يعني عايزين نشوف انطباعكم عنه ايه تمام لو انتوا حابين ان احنا نجرب التجربه تاني هنستنى الكومنتات بتاعتكم تحت وهناخد احسن تعليق هيجي لنا تحت في الكومنتات هنطلعه معانا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنطلعه معانا على الشاشه ونقول الاسم بتاعه واحتمال باذن الله يعني لما نشوف الكومنتات بتاعتكم على الفيديوهات نعمل جيف اواي على القناه ان شاء الله.